المطبخ. طبعا بنبدا من خالد وننتهي من غازي. لو كان اخر يوم بحياتك هذا اليوم ايش راح تسوي؟ لا اله الا الله، يعني موت اخر يوم حياتي برنامج. موت موت الله يكون. هذا من وين جبت السؤال؟ شيء من نسج الخيال او شيء. طيب شي لو كان اخر يوم بحياتي ايه، وكيف ابدل انه اخر يوم بحياتي؟ مثلا عند الله سبحانه. يا اله الا الله، احنا نقول له شيء ما هو من الواقع. او قعود يا ولد قوه قوه. انا اعصب لاني والله انك اقشر يا ولد. عدت ثلاث مرات صح ولا لا؟ سؤال صعب صراحه. انا اتحداك اذا عصب خالد حامد. ما يعصب ما يعصب. اتحداك والله مو لايق عليك التعصيب. والله ابدا ما يعصب. ايش معنى اقشر انت؟ والله ابو خلود اقشر يعني اقشر. ايش اقشر؟ تفضل يا ابو خلود. والله جواب السؤال صعب صراحه لو كان اخر يوم حياتي، ولكن انا عني انا بقول بتبرع في وقف المضيلف، واتبرع عن الناس اللي يحبهم، اتبرع عن ابوي وامي. يعني شوف، هو طبعا مو انا الحالي، كل الناس لدرجه انها بتموت وبتروح، بيصلي من هنا لين بكره. يعني بتصلي من هنا بكره لين يموت. لا ولكن الواحد يعني نسال الله انه يغفر لنا، بنطلب من الله الغفران وبنحاول نقوم باي عمل صالح يشفع لنا. اوكي، يعني الرجال هذا يقول بيصلي يوم العرض. تفضل يا قلبي. والله بتصدق على طول. بتتصدق على طول؟ نعم. تفضل يا قلبي. والله كل عمل صالح ابي اسويه اكيد ابي يشفع لي يوم القيامه. اذا كنت يعني داري ان هذا اخر يوم حياتي، اكيد اني بسوي اي شيء عشان يشفع لي يوم القيامه، خاصه الصدقه. لان ابن ادم اذا توفى يقول يا ليتني ارجع للدنيا واتصدق. الله الله. ما طيب يقول برجع عشان اصلي. يبغى انسان يبغى يقول يكمل موضوع ثاني. ما هو بني الانس يا قلبي. ما هو بني الانس يا قلبي. نفس ما قالوا الشباب، يعني احنا اوكي ممكن مقصرين في الاشياء هذه، الصدقه والامور هذه، لكن نحاول ان نزيد في الصدقه والاعمال الصالحه لان الله ان شاء الله يغفر لنا الذنوب. واجلس عند رجل امي لين ارقد. هذا الكلام لين ترقد؟ لين قصدي اموت. الله يغفر لك يا رب. الله يرحمنا. الله يرحمنا جميعا. الله يرحمنا جميعا.